ترسم تركيا حدود المنطقة الآمنة في الشمال السوري عبر تصريحات مسؤوليها التي تبدو واضحة في بعض أجزائها وغامضة في أجزاء أخرى، آخرها تلك التي جاءت على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان، يعلن فيها أن تركيا ستوسع العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الحر بدعم تركي لتشمل مدينتي الرقة ومنبج بعد طرد تنظيم الدولة من مدينة الباب شرق حلب. وإذ تبدو منبج التي تسيطر عليها ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية هدفا طبيعيا ضمن خارطة المنطقة الآمنة التي تحدثت عنها تركيا كثيرا، إلا أن الحديث عن الرقة يطرح علامات استفهام عديدة. هل ستكون المدينة مشمولة بال5000 كيلومتر مربع التي تحدثت عنها أنقرة؟ وهل يفهم من تصريحات أردوغان أن حدود عملية درع الفرات قد وصلت مداها بعد دخول الجيش الحر إلى الباب؟ ولماذا تجاهلت تركيا الحديث عن مناطق تل رفعت ومنغ وماير والبلدات المجاورة لمدينة عزاز الاستراتيجية والتي سلمتها ميليشيا الوحدات الكردية للنظام برعاية روسية في الساعات الأخيرة؟ وهل ذلك التسليم تم إثر توافقات روسية تركية لإبعاد الوجود العسكري الكردي الذي ترفضه أنقرة واستبداله بالنظام؟ وإذا كان ما يجري في ريف حلب يسير في سياق التوافقات التركية الروسية، فهل يمكن أن تمتد تلك التوافقات لشرق الفرات، إذ تقود ميليشيا قسد عملية غضب الفرات بهدف عزل الرقة؟ وهناك يبرز الدور الأمريكي أكثر، الذي قدم مدرعات عسكرية لميليشيا قسد قبل أيام، فضلا عن ترحيبه بالخطة التي قدمتها تركيا للسيطرة على الرقة، دون أن يتضح الدور التركي المحتمل وشكل المنطقة الآمنة والتوافقات التي سترافقها بين تركيا وأمريكا وروسيا.